السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتعرض لدرس جديد. الدرس ده بيتكلم عن حل المتباينات في المعادلة. طبعاً طريقة حل المتباينات تشبه كتير طريقة حل المعادلات، ولكن في اختلاف إن أنا عندي المتباينة ليها بعض الخواص اللي أنا بسميها خواص التباين أو بسميها مسلمات التباين. طب نتعرف الأول على خواص التباين. بيقول لو انا عندي ثلاث اعداد الف و ب و ج، الثلاث اعداد دي ثلاث اعداد نسبيه، فانهم اول حاجه لو بصينا للعلاقه الاوليه بيقول لي اذا كان الف اصغر من ب فان الف زائد ج اصغر من ب زائد ج. معنى ايه الكلام دوت؟ بيقول لي لو انا عندي عددين بحيث ان الف اصغر من ب، لو اضفت للعددين العدد ج، يعني اضفت نفس العدد في الطرفين بتوع المتباينه، معنى كده ان العلاقه بتاعتي مش هتتغير، هتفضل زي ما هي اصغر من. نفس الحكايه يا اولاد، لو انا عندي المتباينه بتقول لي اذا كان الف اصغر من ب فان الف ناقص ج اصغر من ب ناقص ج. يعني ايه؟ يعني انا لو طرحت للطرفين المتباينه نفس العدد برضه علاقه التباين ما بتتغيرش، هي اصغر فضلت زي ما هي اصغر. لو كانت العلاقه اكبر برضه هتفضل زي ما هي اكبر. طب نيجي نشوف بقى لو انا ضربت المتباينه بتاعتي بعدد او قسمتها على عدد. بيقول لي هنا بقى عند الضرب او القسمه في عندي شرط. ايه هو الشرط؟ بيقول لي اذا كان الف اصغر من ب وعند عدد ثالث اللي هو ج، بس شرط ان ج ديت عدد موحد. قال لي طيب ترى علاقه التباين هتتغير؟ قال لي لا، في الحاله ديت علاقه التباين مش هتتغير. يعني معنى كده ان حاصل ضرب الف في ج هيكون اقل من ب في ج. طب نفس الحكايه لو جيت قسم، بيقول لي لو عندي العددين الف اصغر من ب وج برضه عدد موجب، فان لو قسمت الطرفين بتوع المتباينه على ج، قال لي علاقه التباين مش هتتغير، هتفضل زي ما هي. معنى كده ان الف على ج اقل من ب على ج. طب لو انا عملت دلوقتي عمليه الضرب او عمليه القسمه بس العدد ثالث، قال لي في الحاله ديت علاقه التباين هتتغير. يعني لو عندي العددين الف اصغر من ب وج عدد ثالث، فإن حاصل ضرب أ في ج هيكون أكبر من ب في ج. طب أنا كانت علاقة التباين أصلاً أصغر، هتتحول لأكبر لأن أنا ضربت في عدد ثالث. نفس الموضوع لو قسمت على عدد ثالث، لو عندي علاقة التباين أ أصغر من ب وج ده عدد ثالث، قال لي فإن أ على ج أكبر من ب على ج. ملخص علاقات التباين أو خواص التباين اللي عندنا، لو أنا عندي متباينة، قال لي لو جمعت عليها نفس او لو جمعت على الطرفين نفس العدد او طرحت نفس العدد او ضربت او قسمت على نفس العدد، بس العدد هنا بالضرب والاسم يكون موجب، علاقه التباين بتفضل زي ما هي ما بتتغيرش. امال امتى علاقه التباين بتتغير؟ لو انا ضربت في عدد سالب او قسمت على عدد سالب. ايه بقى لي ملحوظه مهمه جدا انا بستخدمها في حل المسائل؟ بيقول لي لو انا عندي ا اصغر من ب بحيث ان ا و ب دول عددين نسبيين ولكن لا يساووا الصفر. قال لي في الحاله ديت ان 1 على ا اكبر من 1 على ب. لو خدنا بالنا علاقه برضو التباين اتغيرت. كانت اصغر اتحولت لاكبر، ولو كانت اكبر هتتحول لاصغر في الحاله دي. تعالوا بينا نتعرف مع بعض المسائل على حل المتباين. نشوف مع بعض السؤال. بيقول لي اوجد مجموعه حل المتباينات الاتيه في حق. اول متباينه بتقول لي 3 س ناقص 2 اقل من 1. اول حاجه هنعملها هنحاول نتخلص من سالب 2 بان احنا نوديها الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، هتبقى 3 س اقل من 1 زائد 2. اجمع تبقى 3 س اقل من 3. عايز س لوحدها يبقى انا هقسم على 3 يبقى س اقل من 1. طبعا انا هنا هكتب مجموعه الحل بتاعتي، ما انساش ان انا بكتب مجموعه الحل في ح، يبقى انا بكتبها على هيئه فتره. لما اقول س اقل من الواحد يبقى الفتره بتاعتي من سالب ما لا نهايه مفتوحه للواحد برده مفتوحه. وما تنساش دايما ان الفتره بتاعتك بكتب الصغير الاول وبعدين الكبير. نيجي نشوف المتباينه الثانيه. بيقول لي 9 ناقص 6 س اقل من 15.
نفس الحكاية انا هاخد التسعة اوديها الناحية التانية بعكس الاشارة، هيتبقى عندي سالب ستة س اقل من 15 ناقص تسعة، سالب ستة س اقل من ستة. انا المرة دي هقسم على سالب ستة. خد بالك وانت بتقسم على عدد سالب او بتضرب في عدد سالب اتجاه المتباينة بيتغير، يعني لما اجي اقسم هيتبقى لي هنا س، اتجاه المتباينة هيتغير هتبقى اكبر من سالب واحد. هنكتب مع بعض مجموعة الحل. المرة دي بيقول لي س اكبر من سالب واحد، يبقى انا هبتدي بيه سالب واحد مفتوح وما لا نهاية مفتوح. المتفوقين بعد ما تعرضنا لحل المتباينات. سؤال المتفوقين سهل بس محتاج مني ان انا افكر حاجه بسيطه كده. بيقول لي اذا كانت مجموع الحل المتباينه 3 س ناقص 5 اكبر من او تساوي الالف واقل من او تساوي الب في نون، هي س حيث س تنتمي لنون وس اكبر من او تساوي 2 واقل من او تساوي 5 فوجد قيمتي الف وب العمليه. طبعا المسألة هنا مختلفة عن اللي احنا كنا شغالينه، هو المرة دي جايب لي مجموعة الحل وبيطلب مني اجيب العددين ألف وب. أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.